السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا متابعين الأعزاء؟ إن شاء الله بتكونوا بتتم الصحة والعافية. قبل البدء بهذا الدرس حبيت أشرح لكم عن قسم جديد موجود بالقناة. كثير منكم ما بيعرف إنه في قسم منتدى لهذه القناة. للذهاب للمنتدى القناة تكتبوا على اليوتيوب أكاديمية الأمل في قسم البحث، فبيظهر أيقونة القناة واسم القناة، بتدخلوا عليها. الصفحة الرئيسية فيها فيديوهات متنوعة اللي حابب يشاهد، وإذا بدكم فيديوهات مرتبة بتروحوا على المرتبة، مرتبة بالتسلسل ضمن قوائم تشغيل، تروحوا على هاي التبويبة قوائم التشغيل، تضغطوا عليها بيظهر هون جميع فيديوهات القناة. في تعلم كل يوم جملة تركية جديدة، في هذه القائمة نقدم كل يوم كلمة جديدة في اللغة التركية، في كلمات تركية ذات أصول عربية، مفردات هامة في اللغة التركية، تعلم اللغة التركية من خلال القصص. هون في قائمة فيديوهات أعجبتني، في اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة التركية من كتاب القراءة والكتابة للمبتدئين، دروس المحادثة الصوتية من كتاب يدي إقليم. في هون قائمة أخرى أهم الأفعال باللغة التركية مع الجمال. اللي حابب يشاهد يدخل على قوائم التشغيل، يدخل على القناة أكاديمية الأمال، يكتب يدخل على قوائم التشغيل، في دروس متنوعة. نروح هلا على التبويبة الثانية، تبويبة المنتدى. هذا القسم موجود بالقناة مثل صفحة على الفيسبوك يعني. هون بعمل استطلاع رأي وبنشر فيديوهات وصور. اللي حابب يتابعني تابعني على المنتدى، بنشر دائما صور تعلم لغة تركية وفيديوهاتي الجديدة، وبعمل استطلاع رأي. امبارحة بالأمس ساويت استطلاع رأي، مثل ما شايفين هذا هو استطلاع الرأي. بهذا الاستطلاع الرأي في 24 تصويت. يا ريت بتمنى منكم انه تشاركوا بهذا استطلاع الرأي، لانه بهمني كتير رأيكم. بهذا الاستطلاع الرأي حكيت انه حابب وسع محتوى القناة، قدم دروس تقنية ودروس بشرح اجهزة الكترونية وادوات، واعمل قسم ترفيهي قدم فيه العاب وردات فعل، وأي شيء أنتو بتحبوه أقدم غير اللغة التركية. فيا ريت بتكتبوا لي بقسم التعليقات تحت إنه شو حابين نقدم بالقناة، ويا ريت بتمنى منكم تنضموا لهذا الاستطلاع الرأي وتشاركوني رأيكم. في هون زر نعم، إذا كنت توافق على توسيع محتوى القناة ونشر دروس أوسع بمجال دروس تقنية بالحاسوب بالجوالات فوتوشوب، دروس بالتصميم، ألعاب ترفيه، فاضغط على نعم. إذا كانت الفكرة ما عجبتك اضغط لا. فبتمنى منكم تشاركوا بهذا استطلاع الرأي، وهلا دعونا نروح نكمل الدرس. جملتنا الجديدة لهذا اليوم جملة كتير بسيطة وسهلة. سان شيمدي نيريه جديورسون. سان شيمدي نيريه جديورسون. إلى أين أنت الآن ذاهب؟ سان شيمدي نيريه جديورسون. سان شيمدي نيريه جديورسون. جديورسون. الآن خلونا نفصل الجملة كلمة كلمة. سان وتعني أنت أو أنت. سان شيمدي وتعني الآن. نيريه نيريه أداة سؤال استفهام. نيريه إلى أين. نيريه 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 إلى أين. جيديورسون 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 ذاهب. هنا الفعل جاء بالزمن الحاضر جيديورسون. مصدر الفعل جيتمك الذهاب. حولنا التاء لدي لأن جاء بعده حرف صوتي.
بعدين جاء لاحقة الزمن الحاضر يور إيور سون، لاحقة الضمير الشخصية سان تأخذ لاحقة سون، جيديور سون أنت ذاهب، سان شيم دي نري جيديور سون، سان شيم دي نري جيديور سون، إلى أين أنت الآن ذاهب؟ سان شيم دي نري جيديور سون. ولهون بكون نهاية درسنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الدرس، وبتمنى تفاعلكم بالقناة وتشاركوا دروسنا مع جميع أصدقائكم ومع جميع من يريد أن يتعلم اللغة التركية، وبتمنى منكم تتفاعلوا مع استطلاع الرأي وتبدوا رأيكم، وبتمنى تتركوا لي تحت بأسفل الفيديو بقسم التعليقات تعليق جميل يحفزنا على الاستمرار، واكتبوا بقسم التعليقات أي اقتراح أو استفسار، أنا جاهز للرد على استفساراتكم، وأي اقتراح جديد يطور من أداء القناة، أي محتوى حابين أنشره بقسم التعليقات علقوا لي، وأنا حشوف إن شاء الله كل التعليقات ورد عليهم. وإلى هون نكون خلصنا من هذا، انتهينا من هذا الدرس. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في درس قادم.